السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام وبركاته. نعم، نعم الشيخ، الحمد لله، الله يبارك فيك. معلش بعد إذنك سؤال. في يعني بعض الناس المنتسبين لأهل العلم بيقولوا إن إحنا ممكن يجوز نترضى عن يزيد اللي هو قاتل سيدنا الحسين، فهل يجوز نترضى عليه أم لا نترضى عليه؟ هو مش صحابي أصلا، تابعي فاسق. تابعي فاسق؟ اه طبعا، هو قتل الحسين بن علي ظلما وعدوانا، ان يكون ماذا يعني؟ يعني يبقى كده احنا لا نترضى عليه. ما انا بقول لك يعني اذا ترضيت عليه ستوهم صحة فعل، ستوهم الناس ان فعله صحيح، واحنا نعتقد ونتدين بحديث رسول الله أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. اي نعم صح. آه، لما تترضى عن واحد يأتي برأس الحسين ويضعه في طست ويأتي بالسيف يعبس بين الأسنان بالسيف وتترضى عليه، كيف يعني؟ جزاك الله خير. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون؟ زياد قتل حسين.